نواف وايد كارهني ويغار عليك مني وهذا من حقه. هو ايش قال لك بالضبط؟ هو خايف. نواف خايف اللي صار بينك وبينه يتكرر مره ثانيه. انت ايش درك باللي صار في بيننا اول مره؟ مو مهم من وين عرفت. سمعي، انا ما بخرب حياتك، لازم اطلع منها. لا يمكن تطلع من حياتي. انت اذا طلعت من حياتي روحي تطلع. ونواف؟ نواف شيء وانت شيء. نواف حبيبي وخطيبي. وانا؟ انت روحي، روحك التافهه. دانا، انت تتجسسين علي؟ تحبينه؟ اخذيه بس خلاص، وخري عن ابوي، لا تقربين صوبه. ايش تبي تسوين اكثر بابوي؟ دانا انت فاهمه غلط. شنو افهم اكثر من انت؟ روحي. انا اتكلم عن الفن، روح الفن، وهذا شيء انت لا يمكن تستوعبينه. دانا ترى انت مجنونه، مجنونه. بس خلاص، ذبحتي ابوي، تاخذينه للمره الثانيه بعد؟ وانت ما تستحين. فيصل، فيصل، انت طلعت؟ امس رفيجي تعافى الحمد لله، منيت المعرض وانا قاعد ادور عليك. ولت عليك وايد، انت ما ولتي علي؟ اسمعني انت، هالكلام اخر مره اقوله لك. دانا ايش فيك؟ انت ليش قاعد تكلميني بهالطريقه؟ اقول لك ترى احنا مو ناقصين يعني بحياتنا بعد. دانا ايش فيك؟ انت قاعد تغشمرين؟ لا ما قاعد اغشمر. ابوي قال لي، قال لي انك مدمن وكذبت علي. زين ليش؟ قلت لي انا بروح مع صديقي وغبت عني اسبوع كامل ما تدري عني كلش. بالنهايه شنو؟ انت المدمن ورفيجك. اذا ليش تكذب؟ انت ليش نفس اختك؟ كذاب وتافه. دانا لو سمحت، هذا اخر كلام بيني وبينك. انا الحين باخذ ابوي بودي البيت، فلا تلحقني لو سمحت، ترى ذبحتونا قطيعه. اف دانا. جميل جميل ورائع. مجبود استريح طال عمرك، تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. ما قصرتوا، جزاك الله خير. ترى انتم ذبحتوني بالتصوير، صوروا الشيء الجميل، صوروا الجمال كله. شكرا 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 شكرا، مشكورين، ما قصرتوا. شكرا شكرا. وجودك معنا طال عمرك الحقيقه شرف لنا. هذا واجب. الاستاذ ناجي اصر اني احضر الافتتاح رغم انشغاله، وهذا دليل على حبه وتقديره للفن. ومو اي فن يا انتثار، لكن الفن الرائع الملهم والملهم مثل فنك يا استاذه. شكرا. على العموم المعرض رائع جدا، الف مبروك. هذه شهاده نعتز فيها طال عمرك، والاستاذه دانا بعد تعتز فيها، خصوصا انها جايه من خبير ومن اكبر مقتنين الخليجيين. بس واضح ان فكر الاستاذه مشغول بالمعرض. اي صراحه دانا من شوي كانت تقول لي ان تشريفك فخر لنا واكبر دليل على نجاح المعرض. على العموم متى تبونا نقعد مع بعض عشان نتفق على مشروع الفندق؟ ان شاء الله ان شاء الله. اي وقت طال عمرك تامر فيه احنا جاهزين. على العموم الف مبروك مره ثانيه، وما احب اخذ من وقت زياده.